قيادة العمليات هي اللي حققت النصر، والأهم من ذلك هو روح التعاون والانسجام ما بين كل القطاعات. يعني أي بلد بالعالم يتعرض إلى هجمة تشوف أنه فقط الجيش هو اللي يقاتل ويدافع، لكن ما حدث بالعراق يختلف. أنا كنت في قيادة العمليات المشتركة كمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، وكنت أحضر كل الخطط من تبدأ فكرة العمليات ويبدأ التخطيط لها في هيئة التخطيط، ومن ثم تنتقل إلى المناقشة، وبعد ذلك يحضر يعني السيد القائد العام في حينها الدكتور حيدر العبادي، وتنعرض الخطط ويتخذ القرار. فكان الكل مجتمع، كل الأجهزة، جهاز مكافحة الإرهاب، الرد السريع، الشرطة الاتحادية، القوة الجوية، طيران جيش، كل هذا يعمل بمنظومة واحدة.